مرحبا رابع، كيفكم؟ اليوم بدنا نبلش بالوحدة رقم 19. بدنا ناخد المحيط 1 والمحيط 2. شوف هون، طلع على هذا الشكل صفحة 46، بحكي لك محيط المنطقة المضللة في الشكل المجاور يساوي. أنا ما رح أحله، بدي إياك أنت لحالك أول ما تقرأ السؤال هاد تفكر فيه وتفكر كيف ممكن نحله وكيف ممكن نجاوبه. بعد هيك بدي إياك تطلع معاي على هاد الفيديو عشان نتعلم مع بعض كيف ممكن انه نوجد المحيط. هلأ كلمة محيط يعني مجموع اطوال اضلاعه، يعني بدك تجمع كل اطوال اضلاع الشكل الموجود عندك. شو يعني ضلع؟ هذا الخط، هاي القطعة المستقيمة بسميها ضلع، وهاي القطعة المستقيمة كمان ضلع، هاي ضلع، هاي ضلع، هاي ضلع. تعال تطلع هون على المربع، هاي قطعة مستقيمة اللي هي أنا سميتها ضلع، فهاي طولها وحدة واحدة، وحدة طول واحدة، يعني زي كأنها مثلا 1 سنتي، 1 ديسيمتر، 1 متر، أوكي؟ فهاي طولها وحدة طول واحدة. تعالوا نشوف المثال مع بعض ومنها بنفهم أكثر الدرس. طلع على الشكل هاد اللي عندك، بحكي لك محيط الشكل المضلل. هلا اذا بدي انا اشوف كم من وحده، اللي هي هي ضلع، هي 1 2 3 4 5، فهذا الضلع كله اوكي بتكون من 5 مربعات صغيره او 5 خطوط صغيره، فباجي بعد 1 2 3 4 5 بكتب 5. هلا الضلع هاد 1 2، فطوله وحدتين، بجمع 1 2 3 4 5، برجع بحط 5 هون، 1 2، برجع بجمع 2، فخمسة زائد 2 7، زائد 5 12، زائد 2 14 وحدة طول، لأنه لسه مش محدد لي سنتيمتر أو ديسيمتر، فبسميها وحدة طول. طيب تعالوا شوف الشكل الثاني، تعالوا نعد مع بعض هاي القطعة المستقيمة كلها، هذا الضلع من كم وحدة طول بتكون؟ هاي 1 2 3، فأول شيء 3، تعالوا هون 1 2 3، بعدين 1 2 3، هاي 3، هاي 1 2 3، إذا بجمعهم 3 مجموعة مع نفسها 4 مرات فبتعطيني 12 وحدة طول. طيب تعالوا نشوف تمارين عشان نفهم الدرس أكثر. بحكي لك أجد محيط الشكل المضلل في كل مما يأتي. هلأ طلع هون على الشكل ألف، تعالوا نعد هاي القطعة المستقيمة أو هذا الضلع قديش طوله، كم من وحدة طول؟ 1 2، فبحط أول إشي 2، زائد 1 2، هاي كمان 2، زائد 1 2، هاي كمان 2، زائد 1 2، هاي كمان 2. هلأ 2 مجموعة 4 مرات اللي هي 8، أو بحكي 2 زائد 2 4، زائد 2 6، زائد 2 8، ف8 وحدة طول. بديك تعرف شغلة، إنه المربع أوكي كل الأضلاع فيه متساوي، يعني إذا أنا عرفت إنه الشكل عندي مربع وهون طولها 2 وحدة طول، فكلهم كل أضلاع المربع بدهم يكونوا متساويين، يعني هاي 2، هاي 2، هاي 2، هاي 2. أما المستطيل مش شرط أنهم كلهم يكونوا الأضلاع متساوية. تعالوا نشوف هون، 1 2 3 4، فبكتب 4، زائد 1 2، زائد 1 2 3 4، زائد 1 2، 4 زائد 2 6، زائد 4 10، زائد 2 12 وحدة طول. هلا بديك تعرف شغله كمان، بالمستطيل الضلعين هدول اللي قبال بعض قد بعض، هدول الضلعين قبال بعض قد بعض. طيب تعالوا نشوف محيط الشكل المضلل. هلا هذا المحيط هاد له مربع وله مستطيل، شوفوا كيف بدنا نعد الطول الضلع يلي معي. ببلش من هون، 1 2 3 4 5،
زائد هون في وحدة واحدة بحط واحد، زائد هون كمان قطعة واحدة هاي تنين، زائد هاي هون كمان وحدة هاي واحد، زائد هون كمان وحدة هاي واحد، زائد هون وحدة هاي واحد، زائد واحد تنين تلات أربعة خمسة، زائد واحد، زائد هاي هون كمان واحد، زائد هون واحد، وهون واحد، وهون واحدين، زائد واحد، زائد واحد، كمان دور بعيد، ببلش من هون، واحد، تنين، تلات، أربعة، خمسة، باجي هون واحد، 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 وهون كمان واحد، برجع بعد، واحد، تنين، تلات، أربعة، خمسة، برجع واحد، 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 واحد. نجمع خمسة زائد واحد ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، وخمسة خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش، عشرين. فالمحيط هو عشرين وحدة طول. تعالوا نشوف الشكل با. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احداش، اثناش، ثلاثاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، تمنتاش. فتمنتاشر وحدة طول. أو باجي بحكي واحد تنين زائد هون واحد زائد واحد تنين زائد واحد تنين تلات أربعة زائد واحد تنين زائد واحد تنين زائد واحد تنين زائد واحد تنين تلات، تنين زائد واحد تلات، زائد تنين خمسة، زائد أربعة تسعة، زائد تنين هداش، زائد تنين تلتاش، زائد تنين خمستاش، زائد تلات، فالمجموع رح يعطيني تمنتاشر وحدة طول. طيب بحكي لك أستخدم شبكة المربعات الآتية لرسم شكل محيطه خمسة وتلاتين وحدة طول. يعني هلأ أنا باستخدام شبكة المربعات هاي بدي أرسم شكل لازم يكون محيط هذا الشكل 35 وحدة طول. طيب بدي أمسك أنا هذا المربع، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، برضو واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بدي أمسك هدول ثمان مربعات، كونهم كونه هم مكررين ثلاث مرات، فثمانية بثلاث بدها تعطيني أربعة وعشرين. طيب لو رجعت كملت هون عندي بهذا الشكل، هلأ بنرجع نعدهم مع بعض، بس خليني أرسم الشكل مشي معاي خطوة بخطوة عشان تعرف كيف أنا رسمت هذا الشكل. أوكي، فأنا رح ألون هدول برضو. طيب تعالوا نعد مع بعض، طبعا هدول كلهم داخلين، بتلونهم باللون يلي بتحبه. تعالوا نعد كم من وحدة معانا، بلش من هون، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هداش، اتناش، تلتاش، أربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، تمنتاش، تسعتاش، عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، لهون أربعة وعشرين. تعالوا نكمل مع بعض، خمسة وعشرين، ستة وعشرين، سبعة وعشرين، هاي القطعة ثمانية وعشرين، وهاي القطعة تسعة وعشرين، بينما هاي القطعة 30، 31، 32، هاي القطعة 33، 34، 35. فهيك بكون أنا استخدمت شبكة المربعات ورسمت شكل كان محيطه 35 وحدة طول. أوكي، هلأ خلينا نشوف درس المحيط 2 عشان نحل التمارين. درس المحيط 2، أول إشي بدي إياك
قبل ما نبلش هذا الدرس بديك تطلع على الشبكة هاي، شبكة المربعات، وتشوف إذا أنت بتقدر توجد محيط المستطيل ومحيط المربع من دون إني ما أنا أستخدم شبكة المربعات. بدون هاي الشبكة بقدر أنا أوجد المحيط المستطيل ومحيط المربع من خلال إني أنا أعرف إنه في عندي قانون بدي أحفظه، محيط المستطيل يساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. طبعا هون موجودين الطول زائد العرض موجودين بأقواس، ومنتذكر يا رابع إنه الأقواس إلها الأولوية، بحل جوا القوس بعدين بحل الضرب. ومحيط المربع برضو بدك تحفظه إنه 4 ضرب طول الضلع. تعالوا نشوف هدول القوانين اللي احنا حفظناهم كيف بنقدر نطبقهم في هذا المثال. محيط الشكل المجاور يساوي 22 سنتيمتر. خلينا نشوف هلا قانون محيط المستطيل بحكي لي 2 ضرب الطول زائد العرض، طبعا محطوطين بقوس، هاي الطول 8 والعرض 3، هاي الطول 8 والعرض 3 للمستطيل. طيب هلا الأولوية لوين؟ للجوا الأقواس، 8 زائد 3 11، بنزل الضرب 2، 2 ضرب 11 22، كونه الوحدة سنتيمتر فالمحيط وحدته بدها تكون سنتيمتر. طيب تعالوا نشوف هون محيط الشكل المجاور، الشكل المجاور شو؟ مربع، هذا كان مستطيل فبطبق قانون محيط المستطيل، وهذا مربع بطبق قانون محيط المربع. قانون محيط المربع اللي هو 4 ضرب 6، شو هي الستة؟ طول الضلع. فأربعة ضرب طول الضلع، 4 ضرب طول الضلع بالمربع قديش؟ 6 هون. هلا 4 ضرب 6 رح تعطيني 24 سنتيمتر. تعالوا مع بعض نشوف درس المحيطين صفحة 60. بس قبل ما نبلش بهذا الدرس بدي أطلب منك طلب بالتحدي الثاني، بدل 2 سنتي اشطبها وحطها 1 سنتي عشان يزبط السؤال معك. هلأ بحكي لك أجد محيط كل شكل من الأشكال الآتية. هلأ هاد طوله مش قد عرضه، هاي الطول أطول من العرض، فهاد مستطيل. هلأ قانون محيط المستطيل تساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. اوكي 2 ضرب قديش طوله؟ تعالوا نعد مع بعض، كم من وحدة؟ 1 2 3 4، زائد العرض قديش؟ 1. الأولوية لوين؟ للأقواس، بنزل 2 ضرب، أولوية للأقواس 4 زائد 1 5، فاتنين ضرب 5 10 وحدة طول. هون برضو المحيط الطول مش نفس العرض، فباجي بحكي قانون محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض، بحكي 2 ضرب، تعالوا نشوف الطول 1 2 3 زائد 1 2 3 4، 2 ضرب 3 زائد 4 7، فتنين ضرب 7 تساوي 14 وحدة طول. تعالوا نشوف هون 1 2 3 4، فتنين ضرب بفتح قوس 4 زائد 1 2، أولوية لجوا القوس 2 ضرب 4 زائد 2 6، فتنين ضرب 6 12 وحدة طول. طيب تعالوا نشوف هون هذا التحدي، أجد محيط كل شكل مما يأتي ثم أرتب الأشكال حسب المحيط تصاعديا، تصاعديا يعني من الصغير إلى الكبير. أوكي تعالوا نشوف محيط المربع، قانون محيط المربع اللي هو 4 ضرب طول الضلع، 4 ضرب المربع، هاد مربع ولا مستطيل؟ 3 و4، هاد مستطيل وهون مستطيل وهون مستطيل، معناته ما بستخدم قانون محيط المربع، بستخدم قانون محيط المستطيل، ويساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. طيب
اثنين ضرب الطول 4 زائد العرض 3، فاثنين ضرب 7 14. تعالوا نشوف هون، اثنين ضرب الطول 1 زائد العرض 10، أو بقدر أستخدم إذا بقلبه بشقلوب بده يصير الطول 10 والعرض 1. طيب كونها عملية جمع عملية تبادلية فما في فرق إذا حطت 1 زائد 10 أو 10 زائد 1. 2 ضرب 11 بدها تعطيني 22 سنتيمتر. طبعا هون باجي بحكي 2 ضرب 8 زائد 4، 2 ضرب 8 زائد 4 12، 2 ضرب 12 كيف بحسبها؟ 2 باتنين 4، و2 بواحد 24 سنتيمتر. هون باجي بحكي 2 ضرب 3 زائد 6، ف2 ضرب 9 18. هلأ بدي بحكي لي بدي أرتب تصاعدي، يعني من الصغير إلى الكبير. عندي 14 22 24 و18، فأصغر إشي إجا عندي 14 اللي هو ألف. طيب بعدين في عندي 22 24 18، فأكيد رح أخذ دال، وهون 22 و24 فبأخذ با جيم با وجيم. تعالوا نشوف صفحة 61. طول كل شكل هندسي في الجدول الآتي مثل عرضه، يعني هلأ الطول قانون للطول بناء على هذا السؤال، مش دائما لكن بناء على هذا السؤال بحكي لك انك تضرب العرض باثنين مثل عرضه، يعني اضرب العرض باثنين. اكمل الفراغ في الجدول بما هو مناسب. لاحظ هون انه العرض معطيك اياه بالسنتيمتر لكن الطول بالمليمتر والمحيط بده اياه بالمليمتر، فانا راح اول اشي ابلش فيه انه العرض يلي هو معطيني اياه اني احول من السنتيمتر للمليمتر. بتذكرك هون بالدرج انه هون كان في درجة السنتيمتر وهون درجة المليمتر، درجة بينهم 10، بنزل بضرب بطلع بقسم. بالتالي لما انا بدي احول من السنتيمتر للمليمتر بدي اضرب ب10، ف25 تعال اضربها ب10 تعطيك 250 مليمتر، وهي اصلا محولة فخلاص ما بشتغل فيها. تعالوا نشوف هون، حتى اوجد الطول لازم اضرب العرض باثنين، وخليني اكتبها بالانجليزي مش احسن. اوكي 2 ضرب قديش العرض؟ هيو باخد هاد اللي بالمليمتر مش بالسنتيمتر، لانه هون بده الطول بالمليمتر. فهلا باخد 2 ضرب 250، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب 2 4 و1 5. بالتالي الطول بده يطلع 500 ملي متر. هلا المحيط كونه مستطيل فقانون محيط المستطيل 2 ضرب الطول زائد العرض، فباجي بحكي 2 ضرب قديش الطول؟ 500 قبل شوي طلعناها، زائد العرض 250. بجمع الأقواس لأنه الأولوية للأقواس، 0 زائد 0 0، 5 زائد 0 5، و2 زائد 5 7. 750 بروح بضربها ب2، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 5 10، 0 باليد 1، 2 ضرب 7 14، و1 باليد 15 ملي متر. طيب تعالوا نشوف هون، بناء على السؤال حكي لي حتى توجد الطول بدك تضرب 2 بالعرض، فباجي بحكي 2 ضرب العرض اللي هو 128، ف2 ضرب 8 16، 2 ضرب 2 4 و1 باليد 5، 2 ضرب 1 2، فبطلع الجواب 256 ملي متر. طيب تعالوا نوجد المحيط اللي هو 2 ضرب الطول زائد العرض. الطول قديش؟ 256 زائد العرض قديش؟ 128. هلا الأولوية للأقواس، باجي بحكي 8 زائد 6
14. 1 + 2 = 3 + 5 = 8. 1 + 2 = 3، وهذا الناتج بدي أضربه ب2، ف384 تعالوا نضربها مع بعض ب2. 2 ضرب 4 = 8. 2 ضرب 8 = 16، 6 باليد 1. 2 ضرب 3 = 6، و1 باليد 7، فبطلع الجواب 768، والجواب أكيد بالملي متر. طيب طلع معاي على هذا السؤال وركز معاي كتير منيح. يراد وضع سياج حول قطعة الأرض الظاهرة في الشكل الآتي: إذا كان ثمن المتر الواحد من السياج 8 دنانير، كم دينار ثمن السياج؟ أنا بدي أجيب سياج يلي هو خلينا نقول حبل، أوكي، حبل من حديد. بدي أنا أجي أحوط هاي القطعة كلياتها بهذا السياج، يعني أنا بدي أمرق على كل هاي الأضلاع. هلأ هون حاكي لي هاي 8، وهاي من هون لهون 12، ومن هون لهون 13، وحاكي لي هاي كلها 20. طيب مدام هاي كلها 20 ومعاك هذا الجزء، لو أنا سكرت هيك، لو أنا على سبيل المثال سكرت هيك، أوكي، بده يصير معك مستطيل، أوكي، هون 12، فهذا الجزء من هون لهون 12. طيب هلأ إذا هذا الجزء من هون لهون 12 متر من هون لهون، وهذا كله 20، فهذا الجزء قديش بده يكون؟ باجي بحكي 20 ناقص 12 رح تعطيني إنه هذا الجزء 8 متر. طيب مش هذا الجزء نفس طول هذا الجزء من هون لهون، بالتالي هذا طوله بده يكون 8 متر. طيب لو جيت سكرت هيك، هذا الجزء رح يكون نفس هذا الجزء من هون لهون فقط، فالتمانية هون نفسها 8 اللي هي مربع. طيب هلأ هذا الجزء بده يصفي نفس طول هذا الجزء اللي هي بدها تصفي 13 من هون لهون، فهذا كله قديش بده يصفي؟ 8 + 13. قديش 8 + 13 رح تعطيني 21 متر؟ هاي القطعة كلها، وهاي القطعة 8، وهاي القطعة كلها 20، هون 13، هون 12، هون 8. هلأ عشان أنا أوجد ثمن السياج لازم أعرف قديش المحيط، فمحيط هذا الشكل تعالوا نبلش مع بعض من هون. 8 + هاي كلها باخد هذا الطول 21، زائد هذا الطول 20، زائد هاي 13، زائد من هون لهون 12، زائد هاي 8. ف8 + 21 = 29، زائد 20 + 13 + 12 + 8. 29 + 20 = 49، + 13 + 12 + 8. 49 + 13 = 9 + 3 = 12، 2 باليد 1. 4 + 1 = 5 + 1 باليد 6، + 12 + 8. هاي زي أولويات العمليات مشيت. 62 + 12، 2 + 2 = 4، 6 + 1 = 7 + 8. 74 + 8، 4 + 8 = 12، 2 باليد 1. 1 + 7 = 8. هلأ المحيط كونه كلهم وحدتهم بالمتر بده يطلع معاي المحيط وحدته بالمتر، فالمحيط 82 متر. بس يا رابع السؤال ما خلص هون، لأن السؤال بحكي لك كم دينار ثمن السياج. هلأ أنا أوجدت قديش المحيط، أوكي، هلأ بحكي لك إنه إذا ثمن المتر الواحد 8 دنانير. طب أنت معك 82 متر، مش متر واحد، أنت معك 82 متر، فعشان أحسب قديش الثمن باجي بحكي 82 هاي
بدي أضربها بتمانية، فتمانية ضرب اتنين 16، 6 باليد 1، 8 ضرب 8 64، و1 باليد 65، فالثمن 656 دينار. اوكي، وهيك بيكون خلص درسنا لليوم. هلا بدي اصور لك ورقة العمل، لكن بدي اياك تعرف شغلة، انه ورقة العمل هاي جزء هلا، والجزء الثاني لما نكمل الوحدة بنكملها. يعني هاي ورقة العمل انا رح احلها على جزئين. هلا بحكي انا رح احل بس جزء المحيط، ما رح احل جزء المساحة. هلا هلا هذا الشكل مربع، فبده يكون استخدم قانون محيط المربع يلي هو عبارة عن 4 ضرب طول الضلع. طيب 4 ضرب طول الضلع قديش؟ 4، فالمحيط 4 ضرب 4 16، كونه الوحدة متر فبستخدم 16 متر. تعالوا هون على محيط هذا الشكل، هون 5 هون 3، يعني مستطيل. محيط المستطيل هو عبارة عن 2 ضرب الطول زائد العرض، فاتنين ضرب قديش الطول؟ 5، سوري 3، عادي عادي إذا حطيت 5 ما بتفرق، لأنه عملية الجمع عملية بدري. 3 زائد 5، هلا الأولوية للأقواس، 3 زائد 5 8، بضربها باتنين، فاتنين ضرب 8 16، وكون الوحدة متر، 16 متر. طيب هلا هذا الشكل طلع علي إيش؟ هذا الشكل مكون من مربع ومكون من مستطيل. هلا حتى أنا أوجد محيط هذا الشكل لازم أوجد محيط المربع ومحيط المستطيل. فمحيط الشكل هو عبارة عن محيط المربع مجموع له محيط المستطيل. طيب تعالوا نوجد محيط المربع. هلا مش محيط المربع هو عبارة عن 4 ضرب الضلع، حطهم بقوس، زائد محيط المستطيل اللي هو عبارة عن 2 ضرب الطول زائد العرض، فاتنين ضرب قديش الطول؟ 3، زائد العرض قديش؟ 6، هلا 2 ضرب 3 زائد 6 9، هذا الناتج بدي اجمع له. 4 ضرب قديش الضلع هون؟ الضلع معاي 4، فأربعة ضرب 4 16. نيجي هون أولوية ضرب وأولوية جمع. هلأ جوا القوس في عندي هاد اعتبره قوس، خلاص اعتبر ان انا حطيته هون بقوس، واصلا جوا القوس عندك ضرب، يعني حتى لو ما كانش في قوس بدك تبلش من هون. المهم هلأ 2 ضرب 9 18 زائد 16، تعالوا نشوف قديش المحيط رح يطلع معانا. 8 زائد 6 14، 4 باليد 1، 1 زائد 1 2، و1 3، والوحدة كونها بكل الشكل متر فبدها تكون متر. أو هون نفس المبدأ هذا، إنه هون لو أجيت أنا هذا الشكل جمعته مع هذا الشكل رح يعطيني الشكل الثالث. محيط المربع في البداية 16 طلع معاي، ومحيط المستطيل طلع معاي، لا هدول مش نفسهم، هون 5 هون 6. خلص خليك هون، انه بمحيط الشكل هاد طلع محيط المربع في الاول، لما يكون عندك شكلين زي هيك طلع محيط المربع في الاول ومحيط المستطيل في الثاني اللي هو الشكل الثاني.
وطلعهم، حل كل واحد لحال، محيط المربع لحال، محيط المستطيل لحال، واجمع الناتجين مع بعض. هذا الحكي في حال انه انت كنت قادر تميز ايش هم الاشكال يلي مع بعض. اما زي هون ما كنت قادر تميز الاشكال، حاول جزئهم لاشكال انت بتعرفهم، اما لمربعات او مستطيلات، وهيك بتقدر توجد محيط الاشكال. وشكرا لكم.